إذا كنتم فاكرين إنه كل كريمات الشعر بتخلي منظره مدهن، جربوا كريم شعر سانسيرك الجديد يلي بيرتب الشعر وبينعمه بدون ما يترك دهن ظاهر عليه. عطينا بنتين كريم شعر عادي وكريم شعر سانسيرك الجديد وطلبنا منهم يراجعوا طرحاتهم تاني يوم. خلونا نشوف أي واحد منهم عليه أثار الدهن. شوف الأولاني كيف أثار الدهن ظاهر عليه، بس التاني نظيف تماما ما في عليه أثار الدهن، ريحته حلوة كتير. هيك افتكرت كريم شعر سانسيرك الجديد لشعر بينمع مثل الحرير وإله عبير رائع. جربوا كريم شعر سانسيرك الجديد، هيدي نصيحتي للسر الطبيعي للشعر الجميل.